مالي العقيد؟ ما في داعي اشوف حدا لبسو. انت محامي بعرف. انا وكيلة عن ابو عصام وابنه. بكل الاماكن ممكن، بس هون مسيو جان انا بفهم كتير بمجال شغلي، على اساس انتو ناس حضاريين وبتتعاملوا مع الناس بلباقة وما بتقللوا من قيمتهم، غير اذا بطلتوا تكونوا حضاريين. ونحن متشرفين فيكم يا ميت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك مسيو جان. استاذي انت بمكتبي وانت ببلدي مسيو جان. لك يا لطيف، شو ما حكيت ما بيطلع لي معك. كيفك سيد ابو عصام؟ شفت عينك والله. انا بعتت وراك لانه في حديث كان لازم احكيه انا وياك. ايوه تفضل احكي. استاذي مو غريبه بتعرف كل شيء، تفضل ما عندي مشكله. يا ابو عصام انت مو ناقصك، خلي الاستاذ بقصة معتز ابنك. بالمناسبة وين صار معتز؟ هو بالتحقيق وهي شغلة داخلية، نحن ما لنا علاقة. ليش عم تسكر علي مسيو جان؟ أنت بتعرف إنه بهالبلد ما حدا له علاقة حتى برغيف الخبز غيركم. استاذي البلد فيها حكومة. الحكومة؟ الحكومة بيلزمها وزارات يا مسيو جان، ونحن ما عنا وزارات. بتصير حكومة بدون وزارات؟ المهم تصير تقدر تدير الشأن العام. بس وقت بيكون في سلطة احتلال. عفوا استاذة، انتداب وليس احتلال. سميها مثل ما بدك. وقت بيكون انتداب او احتلال بتكون شغلة كل الحكومات الترجمة من لغة محتل للغة اهل البلد. وبصراحة نحن بدنا حكومة ما بتحتاج ترجمة. الو وي دكور باي. شفتي؟ وهي أمنت لك لقاء مع معتز، وليكو موجود بالغرفة الثانية بالتحليل. وصلنا مع بعض بدون ترجمة. بس كنت عم تحكي فرنسي. تفضلي. شكراً كثير لك مسيو جان. إيه يا أبو عصام؟ هاي أمور التحقيق ماشية، والأستاذة ما شاء الله مو مقصرة. لازم تطمن. أنت ليش بدك يعني؟ أنت ما فكرت ليش؟ من الآخر شو المطلوب؟ بدك معتز؟ ايه. نحن فينا نساعدك وانت فيك تساعدنا كمان. انه الأخبار، كل الأخبار
الاخبار شو ما فهمت؟ انت بتعرف انه نحن على علم بعلاقتك بكل السياسيين، بس هي كل القصه. انصحك خلي هاي الشغله بيناتنا، حتى الاستاذه المحاميه ما تعرف. نحن هون مو محكمه والعرض مفتوح. انت فكر، نحن عم نستنى موافقتك. المهم هلا بدي اياك تتمسك باقوالك وما تغيرها مهما كانت الضغوط، عم تفهم علي؟ اخ يا استاذي، اخ اخ، انا ما اعرف مين وراء هالملعوب لاشخطوا بإيدي. بسيطة بسيطة، طمنيني استاذي، ابي شلونه؟ ابوك رجال ورافع راسه فيك. انا الوط كثير بحبه وفوقها اجت القصة. خلص هلا هاي القصص مو وقتها، هاي المشاكل بعدين بتنحل، كل شيء بيلتقى له حل. والله ماني خايف على حالي يا استاذي، والله بعرف حالي مظلوم، بس انا خايف على ابي. ابي رجال كبير وما بدي اكسره. ابوك ما بنخاف عليه، اللي بدي اياه منك هلا انك تتمسك باقوالك وما تغيرها، لانه جماعه الداخليه كثير ملعين وبيعرفوا يلعبوا ضدك. عم تفهمني؟ لا تخاف علي، انا رح ضل اجي اشوفك. يلا دير بالك على حالك. غير ابن عمي، شايفتك مانك على بعضك، بس وقت اجيت من البايكة ما كان فيك شيء. تعبان يا فريال تعبان، موت الظافر كسرت لي ظهري. وكل الله ابن عمي، قدر الله ما شاء فعل. انت انسان مؤمن ورب العالمين رح ينتقم لنا من اللي عمل هالعملة السوداء. فريال قاعد وينه؟ بالبايك. حاسس حالي رح أموت يا فريال. ليش هيك عم تحكي ابن عمي؟ سلامة قلبك بعيد الشر عنك كش برا وبعيد. لا والله لا والله يا فريال، أنا هيك حاسس، حاسس أيام انتهت وخايف على قاعد. وكل الله يا ابن عمي، ليش هيك عم تحكي؟ بعد عمري الطويل بالحمد. خلص الله يوفقك حاج فريال. خرج تحمل الأمانة لأنه قاعو، وخرج يحمل الأمانة. خرج أحمل ابن عمي، بس لا تحكي هيك، الله يوفقك، انسى هالقصة. يرضى عليكي، خديني على التخت. يلا تيتون. أبو عصام من إمتى؟ من هلا، شو بعرفني؟ صاير شي بخصوص معتز يا بي؟ سارة وينها؟ بالأوضة عم تنيم الصغير. أنا بشوف مين. قومي يا قومي، تعال. شراب قهوتك عمي، انت يلا ضيفي، اهلا وسهلا. حلو، معناته في عندك حكي جديد. سمعني. ما جيت عندي حكي، والله عندي حكي. شوف يا مسجان، حق ما بينشرحك عمي، حياته ما حدا يقدر يشتري. وانا مثل كل العالم ما راح اشتري حق براية ابني لحتى اكون خسيس وندل. لا عملتها ولا عاملها بحياتي وعلى الرقبة. وإذا علي يا سيدي قبل القانون، أنا هادر دمه لأبني زواتي. منيح هيك يا مسيو جان؟ نحن وقت بنحكي بالحق نحكي كأنه واقفين على سجادة الصلاة فرشكل. منحب الحق
ومنخاف من الحق مثل ما منخاف من الله. عرفت؟ هذا كل شيء عندك؟ يعني مشان لا بعد تسألني إذا بدي ولا ما بدي. إذا راح يكون تمام براية ابني إني يكون ندل، لا سيدي. عدمه. أنا راح أعطيك وقت تفكر. بس حابب أقول لك شيء. نحن ما لنا بحاجتك أبداً. نحن حابين كنا نكسبك صديق، وصديق مقرب كمان. بدك تعني صديق؟ هذا عرضي. اتركوا البلد عمي، وهي ايدي انا والواحد طرحكم، اتركونا بحالنا بقى.